أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في صدى أقلام جديد من قناة الرافدين، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف الدولية والعربية والعراقية، ونبدأ من أهم العناوين. في العرب اللندنية نقرأ توجس عراقي من إجراءات أمريكية مفاجئة في نهاية ولاية دونالد ترامب. في المدى نقرأ متظاهرو ذقار يمهلون المحافظ 4 أيام لتغيير المديرين الفاسدين واستئناف العمل بالمشاريع المتلكية. وفي القدس العربي رايتس واتش تطالب بغداد بالكشف عن مصير المختفين قسريا. أما في العربي الجديد العراق وفد الكاظمي يفاوض الميليشيات لدخول جرف الصخر. وفي مجلة الكاردينيا التهديد بإغلاق السفارة الأمريكية في بغداد لا يزال قائما. وفي الجارديان فوضى انتخابات أمريكا تخدم أعداء الديمقراطية عالميا. وأخيرا في التلغراف العقوبات الأمريكية بسوريا تضر بالفقراء وليس الأسد. جذوة ثورة العراق لن تنطفئ. نبدأ من مقال للكاتبة ولاء سعيد السنرائي في مجلة الكاردينيا العراقية. فبمناسبة مرور عام على ثورة تشرين نزل الآلاف من شباب العراق مجددا إلى ساحات التحرير بحماس العام المنصرم. عاد فوج تيك توك للطوارئ مجددا لأداء دوره الاستثنائي مع المتظاهرين. وتواجدت المرأة العراقية شابات وأمهات وعوائل جنبا إلى جنب مع الشباب رغم آلام فقدان أكثر من 700 متظاهر ومتظاهرة من أفضل ما أنجبته هذه التظاهرات العفوية السلمية التاريخية في المشهد السياسي العراقي المعاصر. لكن رئيس الوزراء الذي بالغ في حملة علاقاته العامة التي افتتح بها حكمه بالاهتمام بترديد موقفه الداعم للتظاهرات فضح موقفه بالتنسيق مع الأحزاب والميليشيات لإنهاء التظاهرات لما بيت للمتظاهرين السلميين من عمليات ترهيب وغدر ودس وقتل وتصفيات وخطف. لم يقدم الكاظمي ولا حكومته لا خلال 100 يوم الأولى ولا اليوم أي إنجاز ولو بسيط طالب به الشعب العراقي بإلحاح كمثل إعادة الحصة التموينية أو تعيين أصحاب الشهادات العليا أو إيجاد حلول لهم. الكاظمي الذي يكرر باستمرار جملة سيادة الدولة يتغاضى عن المجازر التي تحدث ضد المدنيين وآخرها مجزرة الفرحاتية اقترفتها الميليشيات التي لا يستطيع هو لا هو رئيس وزراء استدعاء أصغر مسؤول في أي منها لمحاسبته. أكثر من أي وقت مضى تتفاقم أوضاع الشعب العراقي ولا يجد المواطن معالجة حكومية تذكر لمشاكل المواطنين اليومية في الخدمات والأوضاع الاقتصادية. بسهولة يرى من يتابع المشهد العراقي أن رئيس الوزراء التحق بأسلافه في طرح مبادرات إصلاحية وتفاهمات على الورق فقط مع بعض الدول العربية والغربية، وقام بزيارات لها وصفتها الأحزاب بنفسها بأنها مبادرات غير واقعية. ومن الواضح أن الحكومة قد امتنعت عن صرف الرواتب للضغط على المواطنين لمنعهم من الخروج في التظاهرات بحجة عجز في الميزانية ووجود أزمة اقتصادية، وإلا فكيف تقوم بعقد صفقات وتفاهمات لإعادة البناء وهناك أزمة اقتصادية وعجز في الميزانية؟ ليس ذلك فحسب، بل وفي عز الأزمة الاقتصادية تم تسليم مئات الملايين لمدير البنك المركزي الإيراني الذي جاء للعراق لاستلامها في خرق للعقوبات وفي توقيت الانتخابات الأمريكية. لقد لفظ الشعب العراقي العملية السياسية ورموزها، وأسقط شبابه الثائر المنتفض في ثورة تشرين حكومة عادل عبد المهدي، وطالب البرلمان بالاستقالة والأحزاب والميليشيات بالرحيل وترك العراق لأبنائه لكي يعيدوا بناء ما تم تخريبه. هذه الأجيال من الشباب الثائر في ثورة تشرين لديها قضية كبرى أصبحت شغلها الشاغل وفكرها ووجودها، وهي استرجاع بلدها ودولة كانت مهابة ومتقدمة في كل مناحيها حولتها فئة إلى مجموعة مشاريع للنهب والفساد والبيع والشراء.
يقول الكاتب عوني القلمشي في مقالة بشبكة أخبار العراق: ما يعنيني كثيرا جدا هو حصة العراق من القادم الجديد في أمريكا، وهل سيسير على نهج سلفه في التمسك بالعراق كمستعمرة أمريكية وكيان رخو خارج مشروع الدولة بسيادة مفقودة وهوية مهللة وتماسك من شدة هشاشته يكاد ينفرد على مستوى وحدته السياسية والجغرافية، أم أنه سيذهب أبعد من ذلك لينفذ على الأرض مشروع تقسيم العراق كطريق للهيمنة عليه من جهة وقطع الطريق على أي محاولة وطنية لتحريره واستعادة سيادته واستقلاله ووحدته الوطنية من جهة أخرى؟ نحن أمام صفحة كانت مطوية سيتم فتحها على يد جو بايدن، خاصة أن مشروع التقسيم قد اقترن باسمه وعمل جاهدا من أجل تنفيذه من خلال جميع المناصب الرسمية التي شغلها في الإدارة الأمريكية. وخير دليل على ذلك استغلال بايدن لأول فرصة سنحت له لتنفيذ مشروعه الغادر، حيث استغل وجوده كعضو في لجنة بيكر هاملتون التي زارت العراق في نهاية عام 2006 لوضع حلول نهائية للهيمنة على العراق، حيث نجح في تضمين تقرير اللجنة توصية بتقسيم العراق إلى ثلاث دول: كردية في الشمال وسنية في الوسط وشيعية في الجنوب. ومن الجدير بالذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي الذي ناقش تقرير اللجنة صوت بنسبة 75 عضوا لصالح التقسيم مقابل 25، لكن الإدارة الأمريكية حينها لم تأخذ به. بالمقابل فإن دعاة التقسيم الذين صمتوا فترة طويلة عادوا في الآونة الأخيرة يروجون لمشروع التقسيم تحت غطاء تفعيل قانون الأقاليم الذي نص عليه دستور المحتل الأمريكي واعتباره الحل السحري لإنهاء معاناة هذا الإقليم من القتل والتهجير والتشريد والجوع والمرض، بالتزامن مع المطالبة به علنية من قبل بعض المنظمات السياسية والدينية والعشائرية والشخصيات المستقلة أيضا، سواء من داخل العملية السياسية أو من خارجها، اعتقادا منهم بأنه يؤمن لهم مصالحهم الشخصية أو الفئوية. ليس من الحكمة السياسية فصل صعود بايدن إلى سدة الرئاسة عن مشروعه لتقسيم العراق، خاصة وأن المشروع به من قبل بايدن لا يعد خروجا سافرا عن سياسة أسلافه تجاه العراق. فأمريكا قد وضعت مشروع تقسيم العراق في مقدمة اهتماماتها لضمان الهيمنة عليه لأمد طويل، ولولا العقبات التي حالت دونه لأصبح العراق مقسما لسنوات عديدة. ولكن من بين أهم هذه العقبات القتال الدائر حينها بين المقاومة العراقية وقوات الاحتلال الذي استمر سنين عديدة، فالشروع به سيصب لصالح المقاومة التي كانت تؤكد على الدوام نية أمريكا بتدمير العراق وتقسيمه إلى دويلات طائفية وعرقية، هذا بدوره سيدفع عموم العراقيين للالتحاق بصفوفها. وفي مقال للكاتب ماجد السامرائي بصحيفة العرب اللندنية حول الاستثمار السعودي يقول: لو افترضنا جدلا أن الهدف السعودي من وراء الاستثمار في العراق هو تطويق النفوذ الإيراني، فلماذا لا يدعو هؤلاء التلاميذ البررة وليهم المرشد الأعلى لإعطاء توجيهاته للاستثمار الإيراني في الصحراء العراقية بدل النهب السريع للأموال العراقية الكاش عبر بيع العملة بالمزاد اليومي ببغداد وتحويلها إلى طهران وتصدير البضائع الرديئة وإجبار الفلاحين العراقيين على التخلي عن إنتاجهم الزراعي بسبب الهيمنات الإيرانية على سوق الغذاء في العراق؟ الحملة الإعلامية الشرسة ضد خطوات التقارب السعودي العراقي التي قادها نور المالكي رئيس حزب الدعوة إلى جانب مسؤولين آخرين على خلفية اجتماعات مجلس التنسيق السعودي العراقي ببغداد أخيراً لا تثير الغرابة، بل عدم إثارتها سيبدو أكثر ريبة. فتلك الخطوات إذا ما نفذت بحرص وإخلاص من قبل المسؤولين التنفيذيين في العراق، وهذا أمر سيكون صعباً، فإنها ستساهم في جانبها الاقتصادي ببناء قواعد مهمة للتنمية توظف لإرساء مصالح العراق العليا. فهل يمكن بعد هذا توقع ترحيب الأحزاب الشيعية وميليشياتها بأي خطوة حكومية
مع الأشقاء العرب، وفي مقدمتهم السعودية ذات الثقل الاقتصادي المعروف. الترحيب يعني تخلياً وانقلاباً على وظيفة تلك الأحزاب المزدوجة في نهب ثروات شعب العراق وقمعه بالسلاح، وتقديم خدمات الوكالة والعمالة لنظام ولي الفقيه في طهران المانع لأي خطوة في صالح العراق، وهذا أمر مرفوض. لا يستغرب وصول قادة الأحزاب الشيعية الموالية لطهران إلى هذه الدرجة في فضائح التخلي النهائي عن هموم العراقيين ومنع أي محاولة عربية لمعاونتهم والاهتمام بالتسابق على رضا حكام طهران الذين لا يسمحون لأي رئيس حكومة عراقية بفتح نافذة على المحيط العربي قد تعينه على مداواة جروح العراقيين والتخفيف من الظلم والجور الواقع عليهم، عملاً بقرار الأوصياء في طهران تنفيذ عقوبة طويلة المدى بالعراق وعزل أهله وإذلالهم. عن الديمقراطية الأولمبية العراقية العوراء جاء مقال الكاتب إياد الصالحي في صحيفة المدى العراقية. 19 سلطاً أفضى طريق سرمد عبد الإله لرئاسة اللجنة الأولمبية الوطنية كثالث شخص رياضي في تاريخ العراق ما بعد 2003، يتولى قيادة المكتب التنفيذي 21 منذ تشكيل أول لجنة معترف بها دولياً عام 1948، حاسماً المنافسة مع رئيسه السابق رعد حمودي في معركة انتخابية خطط لها الاثنان أياماً طويلة وأسفرت عن بيع وشراء صداقات دائمة ومؤقتة لا وفاء فيها قط، فكانت نتيجة ديمقراطية الأولمبية صفراً كبيراً. سنبقى غير متفائلين بمصير الرياضة التي لا ترتقي بتغيير الوجوه، ولو كان ذلك مجدياً لهرعت اللجان الأولمبية الأهلية في العالم إلى ضم أبرز نجوم رياضاتها في التاريخ ليكونوا على رؤوس لجانها، فالمشكلة تكمن بغياب رؤى التطوير لعموم الاتحادات والأندية، وسأم الرياضيون من تكرار الأسماء القيادية ذاتها سواء في الجمعية العمومية أم المكتب التنفيذي منذ 10 سنوات في الأقل ترسم سياسة الفشل المستمر لرياضتنا، فضلا عن شخصنة الموقع الرياضي لأغراض المنافع والولاء والتمايز وإسقاط المنافس بتكتلات تعمق الكراهية والحقد وتحرض على إقصاء الأكفاء لأنهم من جماعة الرئيس، ولا يتورع أكاديمي أو رئيس اتحاد أو إداري من تقديم عرض راقص مفرح يتظاهر للحظات بما لا يبطنه من حزن دائم. في الانتخابات الأخيرة تجلت الأنانية للتشبث بمقاعد القيادة بالتواطؤ والانقلاب والخداع والتغييب العمد والخيانة، فماذا بقي لشرف الرياضة العراقية غير أن ندفن أوراق تشرين في حفرة ونترك لهم شاخصا للعبرة يذكرهم بيوم النفاق حسب الكاتب. كيف انزلقت فرنسا إلى هذه الأزمة مع العالم الإسلامي؟ يقول الكاتب حسام شاكر في مقال بموقع عربي 21 إن لدى فرنسا الرسمية تفسير سهل لموجة الغضب العارم منها حول أو لموجة الغضب العارم منها حول العالم الإسلامي، فكل ما يجري مدفوع من أقلية متطرفة هكذا ببساطة. ورد هذا في تصريح لوزارة الخارجية الفرنسية يوم 25 من تشرين الأول أكتوبر بعد أيام قليلة من انطلاق موجة مقاطعة غير مسبوقة للبضائع الفرنسية. سكب هذا التصريح مزيداً من الزيت على نار الأزمة بإلساق وصمة التطرف المعتادة بسلوك الامتناع عن الشراء، رغم أنه من حق البشر التعبير عن مواقفهم بهذه الطريقة. ليست القضية رسوماً كاريكاتورية مستفزة وحسب، يلحظ المسلمون ومعهم أصوات من داخل فرنسا وحول العالم كيف يتم تغليف بعض حملات الكراهية والازدراء التي تستهدف الإسلام تحديداً بذريعة حرية التعبير، ومن شأن هذا أن يوحي بمنح هذه الحملات حصانة أدبية وغطاء أخلاقياً وتشجيعاً عاماً، ويظهر التناقض باختفاء أي ذكر لحرية التعبير
عندما يرفض المسلمون حملات الازدراء التي تلاحقهم ويعبرون عن استنكار الإساءة إلى دينهم، ويجري توجيه وصف التطرف بصفة تعميمية إلى المعترضين. يكشف هذا الاستدعاء الانتقائي لمبدأ حرية التعبير عن التحيزات والمواقف المسبقة. صار من الشائع في أوروبا بقصد أو بدون قصد تشجيع خطابات الكراهية التي تزدري المسلمين وتسخر من دينهم بإبراز حرية التعبير وتصنيف بعض حملات التشويه وبث الأحقاد ضمن قيم أوروبا والعالم المتحضر، حتى دون نقد الإساءات الشائنة والتبرؤ منها. تلحظ الجماهير العربية والمسلمة أن تبرير ازدراء الإسلام بشعار حرية التعبير يصاحبه التعاون الفرنسي الواسع مع أنظمة حكم عربية تقمع حرية التعبير وحقوق مواطنيها، لكن الساسة في باريس لا يلقون على ما يبدو بالاً لمشاعر شعوب مقهورة ولا حتى لمواطنيهم المسلمين الذين يمثلون أكبر وجود مسلم في أوروبا. نشرت صحيفة ديلي تيليغراف تقريراً لمراسلها في الشرق الأوسط كامبل ماكدرميد، قال فيه إن النخبة الغنية في سوريا تواصل تجنب العقوبات الأمريكية في وقت يعاني منها الناس العاديون. قدمت العقوبات الأسد من ناحية منحه مبرراً، ففي يوم الأربعاء تحدث الأسد أمام مؤتمر في دمشق عن أن العقوبات هي التي تمنع اللاجئين من العودة إلى بيوتهم لأنها تعرقل عملية إعادة الإعمار. من الواضح أن العقوبات تهدف إلى إجبار النظام على تسوية سياسية ووقف الحرب بناء على قانون مجلس الأمن الدولي المرقم 2254 والذي أقره في عام 2015، ودعا لوقف إطلاق النار وانتخابات نزيهة، ولكن لم يحدث تقدم كبير. ففي ظل المبعوث الدولي جيرت بيدرسون شكلت لجنة للدستور في تشرين الأول أكتوبر لمناقشة الدستور الجديد وتشكيل حكومة انتقالية وعقد انتخابات. وبعد تمنع من الحكومة السورية عبر بيدرسون عن أمله في أن تؤدي جولة الرابعة من المحادثات في جنيف في 27 من تشرين الأول أكتوبر من هذا العام نتائج. ولكن الأسد وصف في مقابلة مع سبوتنيك الروسية الشهر الماضي وصف المحادثات في جنيف بالعملية السياسية. ولن يتغير الموقف الأمريكي بوصول رئيس جديد، فقد أخبر مستشار للرئيس المنتخب جو بايدن أن شرق الأوسط سيكون الرابع في اهتمامات الرئيس المقبل وبعد آسيا وأوروبا والجانب الغربي من الكرة الأرضية. وبحسب تشارلز ليستر من معهد الشرق الأوسط، فالسياسة الأمريكية في سوريا ستظل كما هي، والفرق الرئيس هو إحياء الدبلوماسية الأمريكية. في سوريا وبعد عقد من الحرب دمرت اقتصاده، فإن مزيجا من العقوبات والتربح من الحرب أنتجت شيئا غريبا. فالهدف من العقوبات هو الضغط على الحكومة السورية كي تتفاوض على تسوية مع الجماعات المعارضة لها، ولكن النقاد يقولون إن المتضرر الحقيقي منها هم الناس العاديون، فيما تواصل النخبة المقربة من الرئيس بشار الأسد حياتها كالمعتاد. متخصص أشعة صباحا وفنان في المساء، إنه المصري أحمد حسن 62 عاماً الذي يستخدم أعواد الثقاب في إبداع نماذج مصغرة مبهرة بمعالم شهيرة. ومنزله بالجيزة في مصر مليء بأعمال فنية مصغرة على شكل عجائب الدنيا قديماً وحديثاً، مصنوعة بالكامل من أعواد الثقاب، ويوضح أن كل قطعة تحتاج منه شهوراً لكي تكتمل بحسب تقرير لصحيفة العرب اللندنية. ويقول متخصص الأشعة الذي تعلم الفن من تلقاء نفسه إنه يصنع أعماله الفنية من أعواد الثقاب فقط دون استخدام أي مواد أخرى أو نماذج أولية. والآن مشاهدينا نذهب معا للاطلاع على بعض الرسوم الكاريكاتيرية.
إذن وبهذه الرسوم نختم صدى أقلام اليوم. في صدى أقلام جديد نلتقي بعون الله. دمتم بخير، إلى اللقاء.